لنوبري او كارباشاني كدويني لقفتوغو كمان باس من ليكرد وما مستعب شاروكو هديو برياري بدائي نوبري ام بروجه خير خوازيانا او يكا كفالتي صد منالي نازداري كردستاني عن قرطة استوي خويان واروها 50,000 دولار واتا 5 دفتر دولار يعني بيشكشي بروجه كاني رخراوي رابطي مرويكر كرد لبواري قشه بيدانو بروجه بوجانوا بو او عائلاني كهجارن بلام تواناي كار كردنيان هيو ارزو مندن لروانجي او بروجاني كرخراوي رابطي مروي لكردستان مروي ابا امانش بجداريان كرد بو برباريا وان شاء الله لبروجه كاني تريشا جيدس يعني ديار ابيو رندانوي ام هاوكاري وهما هنجيمان لبروجه كاني تري رخراوي رابطي مرويو رخراوي هيومان ابيل لسر ساحي كردستاني ان شاء الله برهمكي دبيني الحمد لله. نريد ان نطمئن اخواننا الذين تبرعوا باضاحيهم لاخواننا في الرابطه الانسانيه، منظمه الرابطه الانسانيه. الحمد لله الاضاحي تم تضحيتها في استراليا ايام عيد الاضحى، والان اللحوم الاضاحي في طريقها الى نيوزيلند حتى يتم تعليب هذه الاضاحي هناك، ومن ثم ان شاء الله سيتم شحنها هذه الاضاحي المعلبات، سيكون عليها ليبل فيها شعار هذه المنظمة حتى لما تصل المتبرعين يعرفوا أنه هذه تبرع من أخوانهم في منظمة الرابطة الإنسانية في إقليم كردستان. وأيضا بإذنه تعالى بعد ما يتم تعليب هذه الأضاحي سيتم إرسالها إلى ميناء العقبة في الأردن. هيومن أبيل أستراليا قامت باتفاقية مع الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية، وهي هيئة الدولة الأردنية، وهي منظمة خيرية كبيرة. الحمد لله تعاوننا معهم في إيصال الطرود الغذائية إلى إخواننا في غزة وقد وصلت، ولحوم الأضاحي بالتعاون معهم بإذنه تعالى ستصل إلى غزة. وإن شاء الله تعاوننا لن يقتصر في خدمة إخواننا في غزة على مشروع الأضاحي، وإنما هم بأمس الحاجة إلى الغذاء والمياه. ونتوقع من إخواننا أحفاد صلاح الدين الأيوبي وهم أهل خير وحبهم كبير لإخوانهم في فلسطين أن عونهم ومساعدتهم لإخوانهم تتجاوز مشروع الأضاحي إلى غيرها من الأمور اللي هم بأمس الحاجة إليها في هذه الأيام إن شاء الله. أستاذ بشار دلنيائي أدا بخير خوازاني كردستان باسي أوي كركا من أموية ليرة وخير خوازاني خوشويستي كردستان دلنياب كموا همو أو برزاني كقربانيا كان يعني تسليمي رابطة كر لرقي رابطة يعني هل بجار بو أوي وكالتي يعني كابو جيب جي كردني بروجي قرباني كردنكا همو قرباني كردنكا لأستراليا أنجام دراوا أو جماري كباس مان كر 3686 همو قرباني كان لكاتي خويدا لشوار روجكي أيام تشريقة أنجام دراوا الحمد لله إيسا قرباني كان آما دكراون لريغان بو نيوزيلندا بو اوي كاري تعليب كردن ولقطونانا كي تواو ببي او كاري لقطونانا شعار رابطه ولوغوي رابطه لسرا وبو اوي كاكاتي اغاتا دستي سودمندان واضح بيك ام قرباني كردنا ام گوشتي قربانيه لچو وهاتو وكهي خير خوازاني كردستانو لريغي رخراغ رابطه مرويه و پيشكش يان كراوا دواي اوي كلا نيوزيلندا ان شاء الله تعكاري تعليب كردنا كي تواو ابي لريغاي هي اي خيري اردني هي اي خيري ملكي هاشمي اردنيه و لريغي ميناي عقبه و داخلي فلسطين اكري او رقايه تا استاذ سباز بخواي قورا كراويه وهيش قرفتي كي لسرنيا چونك او هي خيري اردنيه لا سروكايتي كي لرقي حكومتي اردنيو مملكي هاشميه وسروكايتي اكري وتشاوديري اكري رخصي داخل كردني همو مواد كي تري خواردمانيش يعني هي لو رقيه و كا يوادار مامسا بشار باسي او كا روشانا استش بشويه كي بردوام لو رقيه و بشاحنات كدويني باسي كرد بو ايما مواد داخلي غذاء اكري ايما معنوية ام هاوكاريه من بو خلق خوشويستي غزة و دانشتواني زيان لكوتوي غزة تنها لمجال قرباني كردنا نبي بلكو زور بيبستيان بخواردنا بيبستيان بآوا لهمو هر لم رقيهوا ولا رقاكاني تروا كالبردسمانايا ايما آمادهي من هيا كا ببردوامي بخشين و هاوكاريه كاني خير خوازاني خوشويستي كردستان و هر وها هي دروي كردستانش بو رقاني لبردسمانايا بيجينينا غزة و بيجينينا داخلي فلسطين چونك يسا اوان امرو زور بيبستيان بخواردنا بيبستيان بآوي خواردنا ويا بيبستيان بدواو درمانو مواد صحية.